السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم. الآن سوف نقوم بعرض أول درس في مادة الجبر، وهو مجموعة الأعداد النسبية. قبل أن نتكلم على مجموعة الأعداد النسبية، لابد لنا أن نتذكر أن مجموعة أعداد العد عين بتساوي 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية، ومجموعة الأعداد الطبيعية ط بتساوي 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية، ومجموعة الأعداد الصحيحة يتوسطها الصفر، وعلى من جهة اليمين الأعداد الموجبة 1 2 3 إلى ما لا نهاية، ومن جهة اليسار -1 -2 -3 إلى سالب ما لا نهاية. ونلاحظ أن عين جزئية من ط وط جزئية من ص، وأيضا نلاحظ أن عين اتحاد الصفر يساوي ط، وأيضا نلاحظ أن ط فرع الصفر يساوي عين، وأيضا ط فرع عين يساوي المجموعة صفر، وأيضا نلاحظ أن مجموعة الأعداد الصحيحة هي عبارة عن ص الموجبة اتحاد ص السالبة اتحاد الصفر. والآن نبدأ عرض الدرس الأول. مجموعة الأعداد النسبية هي مجموعة الأعداد التي يمكن وضعها في صورة ألف على ب، حيث أن ألف ينتمي لب، معذرة، ألف ينتمي لصاد، وب ينتمي لصاد، وب لا يساوي الصفر. أي أن جميع الأعداد الصحيحة نسبية، والكسور أيضا تكون نسبية، والأعداد العشرية تكون نسبية، وكذلك النسب المئوية. لذلك يمكن تعريف مجموعة الأعداد النسبية نون بيساوي س، حيث أن س دي بتساوي ألف على ب، وألف ينتمي لصاد، وب ينتمي لصاد، وب لا يساوي صفر. تدريب: إذا كان س عدد صحيح فاكتب الشرط اللازم لكي يكون كل مما يأتي عددا نسبيا. السؤال الأول: 2 س على س زائد 4. رقم 2: 5 ناقص س على 2 س ناقص 8. رقم 3: 3 ناقص س على س. ورقم 4: س زائد 6 على 4 ناقص 2 س. الحل: اتفقنا سابقا لكي يكون الكسر عدد نسبي او ينتمي لنون، شرط عندي ان ايه؟ المقام لا يساوي صفر. طب عندي اول مقام ليه س زائد 4، بنقول س زائد 4 لا تساوي صفر اذا كانت س لا تساوي سالب 4. المقام الثاني نقط في السؤال الثاني: 2 س ناقص 8 لا يساوي صفر اذا كانت س لا تساوي 4، بمعنى ان احنا بتيجي عند المقام دوت وتغير اشاره العدد اللي جنب السين وتقسم على معامل السين اذا كان هناك معامل. تالت واحده عندي في المقام، لاحظت ان في المقام بتاعي س، بس لو السين منفرده او مضروبه في اي عدد فهي قيمتها بتكون ايه؟ لا تساوي صفر، ما ينفعش تكون ان هي بتساوي صفر. رابع سؤال عندي: المقام 4 ناقص 20، 4 س ناقص 20 لا يساوي صفر، هنغير إشارة ال 20 ونقسم على المعامل 4 تكون س لا يجب أن تكون تساوي 5. سؤال آخر: وقبل عرض السؤال بنقول إن العدد النسبي يساوي صفر إذا كان البسط عندي بيساوي صفر. في كل مما يأتي ايه قيمة س التي تجعل العدد النسبي صفر؟ اذا كان س 2 س على س ناقص 8 يساوي صفر. السؤال اللي بعده: اذا كان 2 س زائد 4 يساوي صفر. والسؤال اللي بعده: اذا كان س ناقص 5 على س ناقص 4 يساوي صفر. مطلوب مني اوجد قيمة س التي تجعل الكسر يساوي صفر. نبدأ بحل أول سؤال. زي ما اتفقنا،
في المثال السابق ان احنا شغلي على المقام عشان اقول ينتمي لمون، برضو المره دي ان هو شغلي هيكون على البسط، لان اتفقنا دلوقتي اذا كان ايه العدد النسبي هيساوي صفر لو البسط نفسه بيساوي صفر. لما اساوي البسط عندي للصفر 2 س يساوي صفر، يبقى اذا 2 س ناقص 8، 2 س على 90 ناقص 8 يساوي صفر، يبقى عندي اذا البسط هو اللي بيساوي صفر، 2 س يساوي صفر، يبقى السين الواحده بتساوي صفر. في المثال الثاني بنقول 2 زائد س على س زائد 4 بيساوي صفر، يبقى عندي نقط ايضا اصبح البسط 2 س، 2 زائد س بيساوي صفر، يبقى اذا السين بتساوي سالب 2. في المثال الثالث س ناقص 5 على س ناقص 4 بيساوي صفر، يبقى عندي اذا س ناقص 5 بتساوي صفر، ومنها نستنتج ان الس بتساوي 5. ومعنى مثال اخر، اكتب الاعداد كل من الاعداد الاتيه في صوره عشريه ونسبه مئويه. اول مثال عندنا 7 على 25، المثال الثاني 3 وتم، المثال الثالث سالب 3 على 5. ونبدأ الحل بتاعنا. أول مثال اللي هي 7 على 25، بقول 7 على 25 ديت علشان أحولها لعدد عشري بضرب عندي البسط والمقام في 4، لأن 7 على 25 لما أضرب البسط في 4 والمقام في 4 المقام أصبح عندي بيساوي 100 والبسط هيساوي 28، يبقى 28 على 100، و 28 من 100 ديت اللي هي بتساوي 28 من 100، و 28 من 100 عشان احولها لنسبة مئوية بضربها في 100% اصبحت عندي ايه 28%. مثال اخر 3 وتمن، طب التمن دوت عشان احوله للمقام بتاعه يكون 10 او 100 او 1000 بضرب التمن دوت في 125 على 125، والعدد 3 زي ما هو طبعا. لما نضرب التمن دوت في 125 والبسط يعني البسط على المقام في 125 اصبحت 125 على 1000، ويطلع الناتج عندي 3 و125 من 1000. لما اجي احولها لنسبه مئويه بضرب العدد الناتج دوت في 100% ويكون الناتج 312.5%. المثال الثالث سالب 3 على 5، عشان احولها المقام بتاعي ينفع يكون هو يكون 10 بضرب بسطا ومقاما في 2 فيكون الناتج عندي كام؟ سالب 6 على 10. سالب 6 على 10 عشان تتحول لصورة عشرية بتساوي سالب 6 من 10، ولما اجي احولها ل 100% بضرب الناتج في 100% ويكون الناتج سالب 60%، وما تنساش الاشاره السالب. مثال اخر اكتب في الاعداد الاتيه في صوره س على ص، يعني حول النسبه المئويه او العلامه العشريه عندك الصوره العشريه او العدد صحيح كسر حوله لصوره كسريه بس ومقام فقط. بنقول عندنا اول مثال 20%، تاني مثال 25%، والمثال التالت 2.5. ونبدأ حل المثال بتاعنا. ناخد أول واحدة بنقول إيه؟ 20%. عشرين في المية بتساوي 20 على 100، وبالاختصار بتطلع الناتج عندي 1 على 5. تاني مثال 25%، عشان احوله لصورة عشرية لازم عشان احوله بسط المقام بكتبه 25 على 100، وال 25 على 100 بالاختصار بتساوي 1 على 4. تالت مثال عندنا 2.5، عشان احوله لبسط المقام
بقول ان هو دوت 2 و5 ده كده المفروض نرفع الكسره 2 × 5 ب10 و1 × 11 ويكون الناتج عندي 11/5. طبعا النقط متحولة عندي 2 و2 من 10 اللي هي هتكون بعد كده 22/10 اللي بالاختصار تكون 11/5. ناخد سؤال تالت، اكتب في صورة عدد 10 دائر وعندي اول مثال اللي هو العدد التلت. لما بكتب التلت دوت على الآلة الحاسبة بيظهر بالشكل دوت الى ما لا نهاية، وطالما عندي 3 متكررة ديت بقول دي بيساوي 3/10 واحط عليها نقطة بنسميها 3/10 دائر. مثال اخر اللي هو 2/9، بلاقي برضو لما بكتبها على الآلة كده بتطلع عندي 2 اتنينات كتير كده الى ما لا نهاية، وبيكون بسميها 2/10 واحط عليها نقطة وتكون 2/10 دائر. وشكرا لحسن استماعكم لنا اعزائي الطلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي. كان معكم الاستاذ ابراهيم من مدرسه فضل الخاصه، وانتظرونا في فيديوهات قادمه، وشكرا لكم.